متابعينا الكرام متابعي قناة شوف في مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من دوار طرش جماعة مليلة اقليم بن سليمان متابعينا الكرام معنا قدامنا يا ام لثلاث اطفال عندها معاناة قوية مع عائلة راجلها كما كتقول ف كتعرض للتهديد كتعرض ديما للضرب كما كتقول فكضربوها بالحجر القصدير ديالها قوم معنا في القصه ديالها متابعينا الكرام. السلام عليكم. القصه كيفاش القصه ديالي انا طويله غنبدا لك من الاول انا من الاول اخويا كنا حنا ثلاثه الدريات عند الوالد خد الراجل مشا يقلب الولد وما خلته بلد بلاد شيخي من قال قال لي واحد السيد راه واحد ثلاثه الدريات جات المرأة عندنا كتخطب تخيرت فينا قالت لها تعطيني هذه قال الوالد اللي طلب الجواج طلب الطاعة عطاني ليهم رحت عندهم ثلاث شهور ما حملتش ولات كتقول طلق هذه راه عاقرة طلق هذه راه عاقرة كتقلب لي حوايجي باش كنشرب الكينة ولا والو ما لقاتش هذاك الشيء قالت لي بدات كتضربني وكتصوتني وداك الشيء جلات عليا لدارنا بقيت ربع شهر عاود رجعت مني رجع ردوني الناس قال لي ما يمكنش الدري يطلق وباقا صغيرة وهادي مشيت رجعت عاود قلت أنا غن باقا صغيرة وغنخرج على حياتي وهادي رجعت وقلت نصبر من رجعت قالت لي انت دابا راجل وهو راجل راكم كلكم رجال ما كتولدوش ولات كتعيط ليا العاكرة دوزي العاكرة جيبي هادي دوزي العاكرة جيبي هادي مشينا خويا مشيت دوزت على الطبيب قال لي راك كتولدي هادي هادي السيده جيت تعبر لي الناموسيه ديالي وكتعبر ليا الحوايج ديالي دي وداكشي وانا حطيتها لقيتها جمعت لي شي حاجه دارت هي في الناموسيه لقيتها معقوده ديت داكشي حيتو لحتو جاب الله حملت بداك الوليه ديت كنتوحم جاني النعاس وداكشي بغيت غير الحريره قالت لي ما تي باغا انا عسى وهاديك اللي ما عرفتش راسي مالي حاشا وكنرد وداكشي دول العصا العصا قالت الولد عطيها العصا قال لهم حامله قالت لي لا ما يمكنش داني ولد دوز ليا قال لي الطبيب راه عندها يوم راه حامله ملي رجعت قال لي مي رايحه حاملة بدات كتندب قالت لي ويلي المصيبه هذه طاحت علينا قالت لي انت كنتي كتقولي عاقره خصك تفرحي مني حامله قالت لي والو هي هذيك بقاو كيعطوني العصا وداك الشيء مشيت دبر راجي واحد الناس كيسولوا باغي اللي يسرح ليهم مشينا عندهم نشو خد... نمشيو نخدمو الناس وحموني بقيت عندهم تولد الله يكثر خيرهم دابا راه كيعرفوني وراه يشوفوني وراه غنبقى فيهم بزاف وكر الله يرحم لي من الوالدين دارو معايا الله لا يخلصهم وحموني بقيت تا ولدت عندهم مني ولد مشات لحقت جات عندي دي دات لي تصاور ديولي دات لي حشاك الدم ديالي دا دي النفاس دات لي تصاور ديول ولدها صافي بدات عليا بداكشي ديال التعويض داتنا مع بقات كتغوت مشات تخاصمت مع الناس قالت لهم ولدي ما بقاش عندكم الخير عدا علينا كل شي بقاو على الناس تفرقنا مع من الماعز ديالهم كنا سارحين لي من الماعز شيطنا 12 بهيمه جابونا ردونا للمحال عاد شيخي داو بين باعوهم نكملو قال لي راه باغا الناس خرين في <applause> مول في <applause> مشينا عاوتاني انا ما عارفاش مشينا عاوتاني ديت ولدي مركباه ومشينا مشينا الفيرما اخرى عاوتاني محسوبين عاوتاني غنشيطو دوك البهيمات مشاو لينا عاوتاني قال صافي حنا مسامحين مسامحه عاودوا رجعوا تسكنوا داو لينا فاني البهيم بما اللي شيطنا كيديوها لينا هي هذيك كيتحموا عليا كيضربوني لوسي وعدوستي وطفلتي وعم راجلي كيتكرفصوا عليا الحاله كنمشي ندير سفراتيكات كنمشي عند جندارم كندير سفراتيكات كنجيب سفراتي مدفعهم كيبقاو سفراتيكات ما كنشوف لا حق لا باطل كنمشي عاوتاني ندير سفراتيك اخرى كما كاين لا حق لا باطل كنرجع عند جندارم كيقول لي شوف النهار باقا تجيب ما يمكنش لك صدعتينا يا ملي كنرجع هذا كتقول لي شنو اش صورتي اش ديتي سريع في ركبي عليه قلت لي انا سريع في والله سبحانه وتعالى حسبي الله ونعم الوكيل يا ديك مشينا عد واحد الفيرما هي جيت المطار ديال بن سليمان شدينا ميتين ديال الغلم شيطنا فيها داكشي شي قسم الله الحمد لله جينا خمسين ديال الماعز وجينا اثناشر نعجه وشو الفلوس بعنا الخروف وداكشي خلينا غير اللي نكسبو بعنا داكشي قالنا تعطوني تسعة ثمانية في الحطة وارجع نعطيو جيو تبنيو شيخي هي عطوني 9 مليون في الحطه ودوزو تبنيو <applause> هي دار نيت هي دار نيت بنيتها وتمحنت عليها مشينا جلنا ليا جورش شلنا سيما يا هذيك بدينا كنبنيو المعلمين كنخلصوهم كنوكلوهم كنعجل لهم كلشي بنينا المحل قال لي ما تبقاوش المحل هذاك غادي نضيعوا البلاد خلوا لكم في تغرس الزيتون تغرس دك الشيء قلت لي لا راه نبغيو عندنا ضيفان وعائلة هادي هو كاين حنا كنبنيو هو بحال يخيفنا نلقاو بيوتها واقف علينا حنا ما عقناش قلت لي خلي غنجيب البورنيات دوك قلت له قلت له شيخي غتجيب البورنيات باش اه توري لينا البلاصه اللي حنا شاريين من عندك مشى جاب البورنيات وجاب الشبكه دقينا البورنيات دق مو قو ولدو دق مو قو ولدو الشبكه دابا الشبكه راه كاينه بينا وبينو راه حاليا ما كاينش هادشي فيه الكذوب ولا غرسنا حنا كريمات غرسنا داكشي ديال الليمون غرسنا الشجيرات مشماش ملي شاف الحاله كتطور ولاو كيقتلوا لي الدجاج قتلوا لي البهيم عدوس جات سيبت لي حشاكم حسبي الله ونعم الوكيل سيبت لي راس ديال الكلب في الطر ديال الماء قلت لي شنو هذا سيبتي قالت لي هذاك راه باش ما بقيتش تخاصمي معانا واش ما بقيتش قلت له ويلي راه دل دل هذا قالت لي لا ذاك راه 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 قبول في القبول قلت لها لا ما غاداش نشرب منه قالت لي شوفي منه ما تشربيش انا ساخطه لك قلت لي صافي غنشربو منه صافي بقيت على المراه قالت لي تشرب تشربي منه قلت لها بلاتي بلاتي نشرب منه صافي بلاتي نشرب منه بقيت عليها كان سايفاتها بشيت من بشيت شديت سيق الطارو دفقتو دفقت اخويا الطارو حيت هذوك العظام هزيتهم كملتهم من لحتهم هي ترجع لي قالت لي يا صدقتي معلمه دفقتي الطارو ديال الماء دفقتيه قلعت لي كان عاطيني الماء قلعت لي قطعت ليا التيو جربت التيو ديالها اللي قالت لي دابا انا شربي ما غاديش نشرب هذاك الماء وشربي مشيت لواحد البير ديال المخزن درت القنانب وبقيت كنجبد بدلو جيت لوليداتي ما يشربو، بعد هذيك الليله والغد مشيت للعين السيده صافي كترش لي البيت ديالي المحل ديالي بالدم الباب بالدم وليداتي كتخطاو هذاك الشيء الدري صغير كيرضع كتخطا هذاك الشيء العذاب راجلي راه باقي حي ما ماتش هو كان في البيت انا في البيت الاخر جو غير في الوراق ملي كنمشي وكنجريو على روسنا وكنفكو روسنا وكتحس بالحياة ديالنا تقادت كتجي تجدد لنا داكشي وكتبدا ترش تاني ملي مشاو تحمو عليا تقالي قال لي ولدها مي مين راه حامله ما يمكنش لك مرتي راه حامله ما يمكنش لك تبقاو تصوتوها وقال لوسي وعدوسي ومرت لوسي وعم راجلي تحموا عليا وليت حشاكم مدايزه بالدم مشيت عند لابريكات بالدم ديالي مشيت عند الدكتور درت جها دم دي زعيم قال غادي يخسر لي بنادم ما اعتاقلوهم ما عيطوا عليهم ما بقاو هذاك الشيء نفس المشكل رجعوا لقاو تاني في الليل قال لي ولدها عمي راه تقتلوا ليا ولدي راه فكرت راه عداو لي قالت لي تولد الفاع هذيك راه صر دايره كتبوحط عليك مشيت ديت من التلفازات هما كما كتشوفوا فوتوغرافي ديتهم التلفازات وريتهم ليهم شافهم قال لي لا جودا ما يمكنش السيده راه حامله هتصور دي واللي بقيت مغطاو تيلاد في كرشي كان غادي يموت سخاف في هي دا سفراتي كانت كتشوف فيهم شواهد طبيه هاتوا شحال الناس المشكل ديالهم باغي يخرجني من المحل المشكل ديالو الوحيد باغي يخرجني من المحل قالت لي لا راه ما حاملاش هادشي منين داز لا كانت حامله راه ماشي ولدك حيت هي دايره لنا دك انا ويا ما في بيت واحد قالت لا ما يمكنش هذاك راه كان راه ماشي ولد قال لا نعل الشيطان امي نعل الشيطان راه ولدي على طاعه الله ورسوله يحشو عليك انا قلت لي شوف نمشيو نديرو التحاليل منين نولدوه نمشيو نديرو التحاليل قالت لي لا مرتك راه فاسده وكدير وكدير واليوم هاد السيدة وسخت ليا الشرف ديالي وسخت ليا السمعه ديالي محنتني وحشمتني مع العائله ديالي واليوم انا كنطالب بحقي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل لو كان قلت لي الدجاج دابا مؤخرا دريه بنتي عندها ست سنين تاهموها بشوشة خاونا الضو تلاقاو الخيوط شعل من العافيه في النادر يا اخي خاونا الضو دابا شهرين خرجت لي من الخطيه وجا درميه قال لي غتمشي للحبس عتاقلوه الحق في مكان قال غادي نخلص خلص, خلص داكشي الشي قسم الله والله ما ما خلص شو الله اعلم المهم جا فاني عاوتاني جاب تريسيان عطاه صندوق ديال البطاطا مشى عاود لا لقى الخيوط عاوتاني لا قام قالت لي العفيف النادر رابط حدا النادر كلب وفي حاشا كلبة والدة وكيفاش الدرية عاد ست سنين غاده تمشي وتشعل العافية في الليل في النادر كاين الشبكة بيناتكم كاين الشبكة بيناتنا رفع عطيني البلاد اللي شاري انا راه كاينة بيني وبينه دير فيها البورنية دير الشبكة بيني وبينه مني غادا تدوز الدرية عاد ست سنين عباد الله والجرده ديالو قال ملي كان كي يقلع في هذيك البطاطا قال لي يا بطاطا ان شاء الله هي اللي تفك بيني وبينك غنخسرها عليك انا قلت غادي يقلعها ولا هذا غيخسرها مشيت درت البوله على برا مشي على البوله نبات حاضيه زعما قلت قلتي يعود يقلعها ولا هادي حيت هو خطير مشيت ما انا مسحبش غادي يدير هذاك دا المشكل دال دال العافيه المهم السيد مش مشات العافيه في الندر قال لي مرة ولدي جاو في الليل انا شت العافيه وداك شبكيت بكيت حتى تما غاده على الدم وكيقول لي واحد الراجل انت فين غاده رجع بنيتي رجع غادة تلحقي على رأيت راه غيتحاموا عليك في المشاكل رجعي صافي رجعت من كون مشيت قالي كون كون خليتيها جات كنا غنكتفوها ونقول شون الجندارم راه جبرناها كتشعل فيها حنا بقينا شادينها جاب الله ربي ونيتي ونيت هذوك الوليدات ما بغاش ربي نمشي في شي حاجه اللي ما دايرهاش انايا رجعت بقيت كنبكي هنا في المحل كنقول ويلي ما بغيتش صراحه الا هي ما بغيتش الشيخ العافيه تشعل فيه واخا داير فيا هادشي واخا واخد باغي ياخذ لي المحل ديالو داكشي ما بغيتش العافيه تشعل فيه عدوك ما بغيتش العافيه عدوك ما بغيتش لي العافيه حتى واليوم كنطالب بحقي الله ينصر سيدنا الله يطول عمره ولكن كاين شي رياسه كاين شي ناس مسؤولين كنطالب بحقي انا ساكن على قد الحال وكنطالب بحقي ما عندي لا ما نوكل وليداتي لا ما نشرب كنطالب بحقي تعاونوني وتوقفوا معايا لوجه الله وجا وليداتي إذا كنتم معنا في بث مباشر مباشرة من جماعة مليلة إقليم بن سليمة.